هلا عم نجيب، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الرحلة معك عم نجيب؟ والله الحمد لله رب العالمين، المنطقة جميلة والجو جميل، وما قصر حمد المخيني، وفرنا الأماكن الحلوة وزرناها يعني، والحمد لله رب العالمين. عسى ان شاء الله وأبو ناصر رحلة سعيدة ان شاء الله وآمنة عم نجيب. والله يعطيك آمين الصحة والعافية، دائما آمين نفتخر فيك عم نجيب انك تكون معنا. جزاك آمين الله خير يعني، وبارك الله فيك، ونتعلم منك الكثير حقيقة. الله انت عندك يجزيكم خير. خبرة كثيرة في الدراجات وامور السفر، وما شاء الله عليك لفيت دول كثيرة يعني. بارك الله فيك، والى لقاء ثاني ان شاء الله.